السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الصحه مزيان؟ ايوا الحمد لله. تقديتوا السيمانه ولا مازال؟ اللي باقي ما تقداش غادي نديوه معانا لمدينه ابي الجعد بالجعد باش نتسوقوا سوق الخميس. فهاد السوق غادي تلقاو كاع داكشي اللي كنتو كتشريوه ملي كنتو صغيورين موجود هنايا. كتعقلوا الحلوه ديال المقاله بالغوز والبيض؟ ايوا كاين هنا اللي بغيتو توريوها لوليداتكم، وحتى الالعاب ديك القطيطه اللي عندها الروايد كنا كنجروها. المهم وانت كتسرى فيه وكتسترجع ذكريات الطفوله كامله. وحتى من الكميوات اللي كانوا مشاو في المسيره الخضراء غادي تلقاهم غير هما اللي كيدوروا هنايا. سبحان الله، بحال الزمان توقف في هاد البلاصه هادي. يلا نخليكم تدوروا على خاطركم وتسهروا في هاد السوق وتقداو داكشي اللي خصكم، راه كلشي موجود فيه، العشوب، العطريه، الخضره، الحوايج، خذوا راحتكم. واللي جاه الجوع راه القياط موجودين ديال الشواء، واللي ما بغاش ياكل الشواء اللبن وسايكوك موجود. المهم الصحه والراحه، ونخليكم دابا تسهروا على خاطركم وتعرفوا على هاد السوق هذا. وما تنساوش كالعاده جيم، اشتراك وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. السلام عليكم.